باسم الطبيعة الثورية والوجوه المتواطئة في هذه القاعة وفي كل مكان في مصر، باسم كل من ضحى من أجل وطن ترفرف عليه رايات الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، نفتتح المؤتمر العام لحزب الكرامة دورة المناضل الراحل الكبير عزازي علي عزازي. في بداية المؤتمر أدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على شهداء الحركة الوطنية المصرية وشهداء ثورتها العظيمة. ولا زالت وستظل أبدا هي عاصمة الأمة العربية من نحيلها إلى خليجها، لكني لا أملك سوى الترحيب بكل من قطعوا هذه المسافات الطويلة ليكونوا بين إخواتي اليوم في مصر. أهلا دكتور مجدي زعبل، الأمين العام لحزب الكرامة. أهلا وسهلا. النهاردة طبعا المؤتمر العام الأول لحزب الكرامة هيتم فيه انتخاب رئيس الحزب، وهيتم فيه الهيئة العليا. هي كان في كلام إن هم 11 شخص هم اللي هيكونوا 11 شاب هم اللي في الهيئة العليا. 11 شاب. لا لا لا، إحنا عندنا الهيئة العليا تتكون من 60 منتخب هينتخبوا النهارده، بالاضافه للمكتب السياسي السابق اللي كان موجود قبل المؤتمر العام، بالاضافه الى امناء المحافظات. احنا قوام المؤتمر عندنا 1300 عضو، وبالتالي هيبقى عندنا في حدود 80 هيئه عليا. عدد اعضاء الهيئه العليا يعني ستصل الى 80 عضو يمثلوا برلمان الكرامه، واحنا لائحه عندنا لمده 3 سنوات هيكون العليا تعمل لمده 3 سنوات. الجزء الثاني المهم في لائحتنا ان احنا اي مسؤول يتولى مسؤوليه محدده تنفيذيه، رئيس الحزب، الامين العام، اعضاء المكتب السياسي، يتم لمره واحده فقط، ثم يتم ينزل من مكانه ويتصعد غيره. يعني حمدين صباحي لما كان وكيل المؤسسين قعد فتره واحده، ثم جاء امين اسكندر، ثم جاء محمد سامي. احنا الحزب انشئ رسميا في اغسطس 2012، وكان من المفروض مؤتمرنا يكون في 2013، لكن ظروف الثوره وظروف الحاله دون اتمامه، عشان كده ان احنا النهارده هذا يعني هذا المؤتمر بنعتبره تاسيس قانوني لحزب الكرامه، ونتمنى يكون اضافه جيدة للعمل السياسي في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله النهاردة حمدين صباحي هيكون حاضر. طبعاً طبعاً. هيكون حاضر. طيب هو بالنسبة طبعاً حمدين صباحي بالنسبة للترشيحات الانتخابات الرئاسية القادمة إن شاء الله بإذن الله، حزب الكرامة يعني في توجهات سياسية إن هو هيرشحها هيبقى منتمي لحمدين ولا في أي طبعاً مرشحين طبعاً أخرين؟ طبعاً طبعاً حمدين ابن الكرامة، هو مرشح الكرامة بكل تأكيد، وإحنا بنعتز بيه كمناضل مصري قومي قاد معركة ضخمة في الانتخابات الماضية وحقق استجابة شعبية عالية. واحنا قلنا في كلمة المهندس سامي الهيولي، احنا ترشيح حمدين ليس في مواجهة أحد وليس خصما من رصيد أحد، ولكن هو ترشيح استكمال مشوار الثورة والوصول بالثورة إلى السلطة. واحنا في كل مناسباتنا بنقدم التحية والتقدير للفريق السيسي كقائد وطني محترم وعظيم، ولجيشنا الوطني العظيم باعتباره رمز الوطنية المصرية في أرفع معاني.